طيب ايه قصة السيفتي؟ بما ان احنا مهندسين طرق ومرور ومطارات وترافيك وترانسبورتيشن والحاجات الكتير قوي اللي عندنا دي، من ضمن الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها او من ضمن المين اسبيكتس اللي انت المفروض تخلي بالك منها وانت شغال، هو السيفتي اناليسيس. يعني اي دراسة انت بتعملها، بتصمم طريق، سواء انت بتصمم جيومتري وانت عمال تعمل سايد ديستانس، وانت عمال تجيب الستوبنج سايد ديستانس، وانت عمال ترايك على الباصنج سايد ديستانس، الكلام ده كله ليه؟ سيفتي، صح؟ وانت بتصمم الانترسكشنز وبتاخد الرايت كيرب والكلام ده كله ليه؟ تاخد نص قطر الدورانات والكلام ده كله، وتشوف المثلثات بتاع الترالنج بتاع السايد ديستانس بتقاطع فين والكلام ده كله ليه؟ سيفتي، تمام؟ لما بتيجي ان انت تحط اشاره مرور وتقرر ان اشاره المرور دي محتاجه تتحط على التقاطع ده، جزء من اجزاء الاسباب ان احنا ممكن نحط عليها تقاطع، نحط اشاره على تقاطع، هي ايه؟ ان التقاطع ده بيحصل فيه، بيبقى اسمه بلاك سبوت، بيحصل فيه اكسيدنتس كتير نتيجه مثلا ايه، سواء العربيات مع بعض، سواء البيدستريا مع العربيات، سواء الانترسكشن ده كان قريب من مدرسه، حصل ريكوردنج الحوادث كتير نتيجه ان في اطفال صغيره بتعدي، فابتدي ان انا ايه، احط اشاره. فانت مين اسبكت من الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها ومن الحاجات اللي احنا بندرسها هي الايه؟ السيفتي اناليسيس، تمام؟ طيب انتوا خدتوا السيفتي وخدتوا انواع السيفتي وخدتوا ان في هيراركي كده للسيفتي، ان انت في الكراشز مثلا لما بتحصل فيها هيراركي، ان ممكن يحصل بس لوس في الـ في الـ في البروبيرتي، هي عربيتين بس خبطوا ببعض، بس مجرد ان العربيه دي فيها حصل فيها شويه مشاكل والعربيه دي حصل فيها شويه مشاكل وخلاص كده، او ان انت بيحصل ايه، انجري، ان حد من الاثنين اتعور او الاثنين اتعوروا، او الحاجه الثالثه بقى واللي هي الاكستريم، ان هو بيحصل ايه، فاتيليتي، ان هو خلاص يبقى الحادثه دي حد طرف من الاثنين بيبقى ايه، حصل ايه، توفى يعني. تمام. ف ونتيجه الهيراركي ده بيبتدي ان انت ايه، تقسم الايه، الاكسنت، وتديها الايه، الهيراركي بتاعها، والمثلث اللي هو الهرم اللي انتوا خدتوه ده بتاع الايه، الهيراركي بتاع الحوادث. تمام. طيب الحوادث دي احنا بنحتاج اصلا ليه، انا كمهندس ترافيك او مهندس طرق بحتاج ان انا اصلا اكونسيدر السيفتي في الديزاين بتاعي؟ ليه بحتاج اكونسيدر السيفتي؟ تتجنب الحاجات دي ليه؟ 2 3 متر او 2 عربيتين 3 خبطوا في بعض، الناس ما بتبطلش تمشي على الطريق على حسب الديسيليت. يعني مثلا لو معدل وفيات كبير قوي، الحوادث، اي عربيه بتعمل حادثه، يبقى اضطر اهتم بالسيفتي اكتر. ايوه، ليه بقى، ليه بهتم بالسيفتي اكتر؟ التكلفه اللي انا بصرفها في الاصابات بالظبط كده يا باشمهندس. احنا عموما كمهندسين، سيبك بقى من يعني في ناس بتموت وفي احنا متاثرين وكل حاجه، بس انت كل حاجه بتحسبها في الاخر ايه، كوست وايز، صح؟ عشان كده خدت الايكونوميك اناليسيس بتاعت الايه، بتاع الاكسيدنت، ان انت الحادثه دي لما حصلت في الاخر بتترجم معاك في فلوس الدوله بتتحملها في الاخر. طب الفلوس دي بتتحملها ازاي، او خدتوا الاناليسيس بتاعها ازاي اللي خدتوه في المحاضره المره اللي فاتت؟ كان في اكزامبل محلول في المحاضره، ان انت زي مثلا الحادثه دي ليها عده اثار جانبيه، ايه الاثار الجانبيه اللي حصلت فيها؟ في حاجات دايركت ماني، ايه الدايركت ماني؟ ان عربيتين خبطوا ببعض، الضابط ده لما تيجي الشرطه تيجي تعمل ايه، محضر بالتلفيات، بحيث ان هو ايه، يجي حد يعين يقول لك والله ايه التصليحات بكذا، واحد هيتحمل او ايا كان، فدي فلوس بتدفع دايركت. طب في حاجات ثانيه، نتيجه ان دلوقتي مثلا لو في حصل انجري وحصل واحد دخل المستشفى، مش الواحد ده وهو دخل المستشفى في مصاريف علاج، صح؟ في فتره بعد ما هو بيخرج من المستشفى قاعد في فتره نقاهه وقاعد بفتره استشفاء، نتيجه الفتره اللي هو قاعدها دي، مش الراجل ده كان اصلا ليه دور في الدوله وشغال موظف بيعمل برودكشن معينه، بيعمل انتاجيه معينه، فقدناها في الوقت ده؟ دي حاجه مش ملموسه، ما بقدرش احددها بفلوس، صح؟ فبنبتدي ان انت ايه، تعمل لها ايه، كوانتيتيف اناليسيس، وتحاول ان انت تشوف، حاول انت تشوف الايه، التكلفه مثلا يوم العمل بتاع الراجل دوت مقدر بكام، انتاجيته كانت مقدره بكام، انت تحسب الكلام ده كله وتضرب في عدد الوفيات مثلا اللي بتحصل في السنه، تشوف الناس دي كانت بتكلف الدوله قد ايه. تمام. حاجه تانية برضو بيقول لك، في وبره الكلام ده كله بيحصل، انتوا مش بتسمعوا ساعات عن قضايا، واحد رفع قضيه تعويض نفسي عن الضرر اللي وقع عليك، اللي هو مثلا انا كنت بعدي الشارع ففي عربيه جت هتخبطني بس ما خبطتنيش، بس اتخضيت فحصل لي، يعني انا اتاثرت نفسيا، فبروح ارفع قضيه، يا جماعه انا محتاجه تعويض عشان ايه، الضرر النفسي اللي وقع عليا، بما ان الدول دي بتهتم بالصحه النفسيه للانسان فبتاخد تعويض فعلا. تمام. فده برضو حاجه من انواع الايه، الكوست، اللي في الاخر انت بتاخد تعويض، بيحصل له استيميشن، هي مش حاجه ملموسه يعني الضرر النفسي ده، بس بيقدر وايا كان بايه، بيدفع ايه كفلوس في الاخر. فاحنا بنحتاج ان احنا نعمل السيفتي اناليسيس دوت، عشان اول حاجه ان انت دي ارواح انت مسؤول عنها، وبتحاول ان انت تمينيمايز الحوادث اللي بتحصل، تمينيمايز طبعا الفاتيليتي على قد ما تقدر. في ناس بتبقى الفيجن بتاعتهم او في
يعني يعني محليات او محافظات او دول بيبقى التارجت بتاعها ان هو يوصل لزيرو فاتيليتي. يقولك مثلا انا عندي هتلاقي في الامارات الكلام ده, تلاقي الفيجن بتاعته يقول له فيجن 2030 زيرو فاتيليتيز اون ماي رودز, انا مش عايز ولا فاتيليتي تحصل لي. يعني على اخر السنه كده لما اجي اشوف الوفيات اللي بتحصل عندي ما لاقيش ولا حد بيحصل له وفاه بسبب ايه؟ رود اكسيدنت. لان انت لو شفت النسب والاحصائيات بتاعه الرود اكسيدنت وعدد الوفيات اللي بتحصل بسببها هي نسبه عاليه جدا. يعني تخيل مثلا لو في مثلا يقول لك في حصل وفيات حوادث بنسبه مش عارف 50%, هتلاقي 40% منهم بتحصل على الطرق, وانتوا اكيد عارفين وسامعين الكلام ده تمام. ففي فيجن ان انت توصل زيرو فاتيليتي. طب زيرو فاتيليتي دي بتحصل ازاي؟ ده شغلنا احنا بقى, انت وانت مهندس طرق وانت بتصمم الطريق تخلي بالك من كل الاسبكتس بتاعت الايه السيفتي, وانت مهندس ترافيك بتعمل الايه السيفتي اناليسز زي ما نعرف هنعمله ازاي دلوقتي والكلام ده كله. فاحنا دي كلها اقتربت ليه اصلا صلاه الظهر تمام. في مشكله لحد كده؟ طيب ايه اكتر نقط على الطرق معروف ان هي نقط هوت سبوتس للحوادث؟ انترسكشن. يا ماشي الانترسكشن. طب الانترسكشن مين ليه؟ في كونفليكت. عشان الكونفليكت صح. احنا خدناها السنه اللي فاتت سنه ثالثه, خدنا ان كل تقاطع على حسب عدد الابروتشز اللي داخله عليه وعلى حسب شكل اتجاهات الحركه فيه بقدر احدد الايه البوينت اوف كونفليكت. كان التقاطع الاربع رجلين اللي فيه رايح جاي كان فيه كام نقطه كونفليكت؟ 32 نقطه كونفليكت. والكونفليكت ده كان بيتقسم ازاي؟ كان بيتقسم كروسنج ودايفرج وميرج. كان انه اكتر حاجه كريتيكال كروسنج. ليه؟ مش عربيه بتخش في عربيه ازاي؟ لا تخش في جسم عربيه, بتخش في جسم عربيه تانية, فدي السيفيريتي بتاعتها عاليه. الميرج بيحصل ايه؟ الميرج الخطه بتجي لك منين؟ الميرج الخطه بتجي لك كده. الدايفرج الخطه بتجي لك ايه؟ بتبقى حاجه في العربيه من ورا. بس اكتر حاجه صعبه او اكتر حاجه سيفيريتي بتاعتها عاليه هي الحادثه بتاعت ايه؟ كروسنج دي. وطبعا يليها الحادثه اللي هي ايه؟ وش في وش. دي فاتيليتي, نسبه الفاتيليتي بتاعتها عاليه قوي تمام. فاحنا عندنا من اكتر النقط اللي احنا بنهتم ان احنا نعمل لها سيفتي اناليسيس هي التقاطعات. ليه بقى؟ نتيجه الكونفليكت ده. يعني هو متوقع وانس ان الكونفليكت زاد احتماليه الحوادث كمان هتزيد تمام. طيب لما انا بصمم اشاره ضوئيه من ضمن الاهداف ان انا وانا بصمم اشاره ضوئيه ايه اللي بيحصل؟ نتيجه ان انا في تقاطع هو باشاره وفي تقاطع من غير اشاره, ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الهدف ان انا بالظبط ان انا بقلل الكونفليكت صح؟ بتقلل الكونفليكت على حسب ايه بقى؟ على حسب التقاطع ده انت هتشغله ازاي في الاشاره. انا دلوقتي كان التقاطع ما عليهوش اي اشارات, فالتقاطع اربع رجلين مفتوحين, فعندي 32 كونفليكت بوينت موجودين. وانس ان انا ابتديت ان انا اركب اشارات هتشغل الاشاره مثلا سي ده مع ده وده مع ده, ايه اللي حصل؟ الكونفليكت بوينت تقريبا قل النص او اقل من النص كمان. ليه؟ ما بقاش عندك اي كونفليكت غير ايه بقى؟ اللي جاي يمين من هنا مع اللي جاي شمال من الناحيه الثانيه في بينهم ايه؟ ميرج صح؟ وكروسنج واحد اللي هو ايه؟ الكروسنج بتاع الشمال اللي جاي شمال من هنا مع اللي جاي طوالي من هنا, دي كروسنج تمام. وفي واحده ايه اللي هي ايه هتلاقي دايفرج برده نتيجه ايه عند كل نقطه؟ نتيجه ان ايه بيحصل دايفرج. فمن ممكن يوصل 8 مثلا هيقلوا اقل من نص. هيبقى عندك تقريبا عدد كونفليكت بوينت وانس انت شغلت 2 كده هيبقى تقريبا 8 تمام. واحده 2 وعند كل ميرج وفي ما هو واحده 2 دول دايفرج تمام, وعند كل ميرج يبقى دي 4 وفي كروسنج الاثنين يبقى 2 يا صح يا 6 يا 8 تمام. فتخيل من 32 نقطه وصلتهم لكام؟ ل 6 او 8 نقط كونفليكت. فطبعا احتماليه الحوادث قلت كتير صح. طب سي بقى اللي انا شغلت التقاطع ده على 4 فيز, ايه اللي حصل بقى؟ انت عملت اليمينيشن بقى لاي كونفليكت كده خلاص ما بقاش عندي ايه كونفليكت. وخلي بالك ان انا لما بتكلم على 32 كونفليكت بوينت انا عامل نيجليكشن لايه؟ البيدستريان اللي على التقاطع, مفيش مشاهد. انت مش واخد في اعتبارك كمان ان في كونفليكت بوينت بتحصل مع الايه البيدستريان. عارف الرايت تيرن انتوا شغالين سينكرو دلوقتي شغالين هتعملوا تقاطع على الفيزم صح؟ ماشي عشان ناخد التقاطع ده هنشتغل عليه البروجكت تمام. فانت لو انت شغال التقاطع عملت ايه؟ الفيزم ده مش كله معاه الفيزم. هو انا ما اشتغلتش سينكرو على الفيزم ليه؟ او انت لا انت معانا ما تقلقش انا هظبطك انت تبعنا في المشروع احنا تمام. طيب يا شباب ال انت بتشغل التقاطع في السينكرو لما جيت تعمل الاشاره حطيت ايه؟ عملت فري ايه؟ فري رايت تيرن. في ناس كانت عامله شانلايزيشن. طبعا انت عملت شانلايزيشن اللي بيحصل
ان اليمين ده عامل زي الاشاره بتاع قدام الجامعة ده، حتى لو الاشاره واقفه اليمين ايه شغال، معمول له اتشرايزيشن او في حاجه اسمها رايت تيرن اور ريد، اللي هو اليمين مسموح له ان هو يعمل رايت تيرن حتى لو الاشاره حمراء. تمام. طيب اليمين ده لو انت خدت البيستيريا معاك في الاعتبار صح، ايه اللي هيحصل بقى؟ يبقى في كونفليكت ما بين اللي داخل رايت تيرن والراجل اللي بيعدي الشارع ده، صح كده؟ فده كونفليكت وممكن يحصل بسببه ايه؟ حادثه. ممكن البيستيريا ده يتخبط لو الراجل ده بيلف اليمين مش السايد ديستانس بتاعته مش سفيشنت، ممكن يخبط اللي ايه اللي بيعدي الشارع. تمام. فانت كمان ال 32 كونفليكت بوينت ده لو زودت عليهم 28 بتاعه المشاه، شوف بقى شكل الكونفليكت هيبقى شكله عامل ازاي. 28 الموضوع بيوسع يعني. تمام. فدي قصه الايه الكونفليكت عند الايه عند التقاطع. تمام. طيب انا عشان اعمل سيفتي اناليسيس بعمل حاجه اسمها، عشان اقول التقاطع ده والله سيف او التقاطع ده فيه مشكله او التقاطع ده تمام نص ونص بس محتاج شويه تظبيط، او محتاج ان انا لا بدل ما اشغله 2 فيز لا محتاج ان انا اوصله لسيبريت فيز او 4 فيز، اعمل ده كله ازاي؟ محتاج ميجرز. احنا مهندسين بنتعامل بارقام، فالارقام بترجمها معايا الميجرز. ايه الميجرز اللي بتقيس السيفتي على التقاطعات؟ حاجه اسمها السيفتي سيروجيت سيفتي ميجرز، دي الميجرز اللي بتقيس السيفتي. اجي كده شويه ارقام لما تبص عليها والله لا الارقام دي لا التقاطع ده اس فيه مشكله سيفتي، لا الارقام كويسه يبقى ايه التقاطع ده ما فيهوش ايه ما فيهوش مشكله سيفتي. تمام. طيب انتروداكشن على الكراش ديتا، والكراش ديتا دي بتتجمع ازاي؟ انا اصلا ازاي بعرف ان التقاطع ده فيه مشكله؟ بتنزل تعمل سيرفي. يعني بتنزل تعمل سيرفي زي ما بتنزل تبص على الطريق وتشوف العربيات شكلها عامل ازاي والكلام ده كله، ممكن تنزل تبص على ايه؟ تبص على حاجه اسمها كراش ديتا لوج. المفروض بره اي حادثه بتحصل المفروض في هيئه من الترافيك من هيئه المرور بتيجي ترفع الحادثه دي بحيث ان يبقى عندها كراش ديتا بيس، بحيث ان الناس بقى تروح بعد كده المهندسين الترافيك يعملوا لها ايه اناليسيس. بس احنا هنا ما بيحصلش الكلام ده، ان هو في حادثه حصلت زي ما بتاع الاسعاف بيجي يشيل الجثث او سوري المصابين، يعني زي ما بيجي يشيل الناس اللي اتعورت، وزي ما بتاع البوليس بيجي يرفع محضر عشان لو بعد كده حد اتقدم ببلاغ والكلام ده كله، المفروض بتيجي حاجه اسمها السيفتي اوديت. السيفتي اوديت ده بيجي يرفع برده مكان الحادثه وايه ويشوف ايه الاسباب اللي متعلقه بالسيفتي، اللي يعني ايه ياخد بيانات الحادثه بحيث ان هو لو في حاجه خاصه بالسيفتي هي اللي سببت الحادثه تتاخد معاه ايه يبقى معاه اللوج بتاعها. تمام. فبيبقى في حاجه اسمها الايه الكراش دي. طيب الايه وفي حوادث كتير والكلام ده كله، وبنعمل حاجه اسمها بيفور اند افتر ايه استادي. ان انا في التقاطع ده جيت ان انا كان عندي السنه دي مشكله سيفتي، جيت اخدت الكراش ديتا وعملت له اناليسيس وطلعت حلول وطبقت الحلول دي على التقاطع، بتيجي اخر السنه اللي بعدها تشوف نسبه الحوادث قلت بنسبه قد ايه، بس انت تشوف الايه بيفور اند افتر استادي وتشوف الامباكت بتاعك ايه شكله عامل ازاي. ده الايه الهرم بتاع الحوادث وانواعها زي ما احنا اتكلمنا. تمام. في بقى شويه حاجات كده في الميجرز لازم تبقى ايه انت عارفها عشان ايه قبل ما تبتدي تخش تعمل الايه الكراش ديتا اناليسيس او الكلام ده كله. تمام. من ضمنها في حاجه اسمها الديسيليريشن ريت، وحاجه اسمها الستوبنج ديستنس، وحاجه اسمها ايه التايم جاب. اعتقد انتوا اصلا ايه الحاجات دي انتوا فاميليار بيها شويه. الديسيليريشن ريت، هو الديسيليريشن ريت عباره عن ايه؟ ان انت دلوقتي في عربيتين داخلين على تقاطع صح، انت حد هنا بيسوق حد هنا بيسوق. تمام. فانت وانت سايق بتحصل ايه؟ بيبقى عينيك دايما على الطريق، بيبقى في حتى في ايه ساعات بتوصل للاي كونتاكت ما بينك وبين السواق يقول لك عدي او يشاور. تمام. فانت بتعمل ايه؟ بيبقى في كونتاكت وبتبقى في انت في انفايرمنت الطريق انت وانت سايق بتبقى عارف انت بتديسيليريت وانت بتاكسيليريت صح؟ بناء على ايه؟ بناء على الانتر اكشن مع العربيات اللي حواليك. فالديسيليريشن ريت ده هو الايه الريت اللي انت بتبتدي انت وانت داخل على تقاطع او بتعمل تيرن او الكلام ده كله او في كونفليكت انت شايفه ممكن يحصل تبتدي انت ايه؟ تهدي. فده الديسيليريشن ريت. الستوبنج ديستانس هو ايه؟ هي المسافه ما بين هنا بقى الستوبنج ديستانس في السيفتي معناها ايه الستوبنج ديستانس عموما ككونسبت. ستوبنج ديستانس هو المسافه اللي انت محتاجها ان انت تقف قبل اي عائق، فالعائق هنا بالنسبه لك ايه كونفليكت، انت هتخبط في ايه في عربيه بتعمل تيرن، عربيه قدامك، عربيه ايه
بيدستريان اين كان. تمام. بعد كده التايم جاب. التايم جاب هو الايه؟ المسافه اللي بتبقى ما بين عربيتين. بس بما ان العربيتين دول بيتحركوا مش بقيسها ديستنس، يعني العربيتين دول لو ثابتين هقول الجاب ما بينهم ايه. ادي هقيس من وش العربيه دي لظهر العربيه الثانيه، بس العربيه دي بتتحرك صح وبتتحرك بسرعه، فبناء على السرعه دي الجاب ما بينهم دايما مش ثابت صح، فبحسبها بايه؟ بترم التايم. فبيبقى دايما ايه هو الوقت ما بين الرير اند بتاع الفيرست فيكل ما تعدي النقطه والعربيه اللي وراها وشها هيوصل عند النقطه دي. يعني لو عندي نقطه هنا باخد التايم ما بين العربيه دي ظهر العربيه الاولانيه يعدي الخط ده ووش العربيه الثانيه يوصل للايه الخط ده، فده كان الجاب ما بين الايه العربيتين. تمام. طيب في حاجتين مهمين جدا هتلاقيهم وهو ده اللي هنطلع بيهم الاناليسيس، حاجه اسمها بي اي تي او بوست انكروشمنت تايم، وفي حاجه اسمها تايم تو كوليجن. تمام. تايم تو كوليجن يعني ايه؟ وقت قد ايه لحد ما اخبط او ايه يحصل ايه تصادم. بوست انكروشمنت تايم، بوست انكروشمنت تايم دوت الانكروشمنت دوت هي منطقه التداخل. يعني لو انا عندي في عربيتين ما بينهم كونفليكت الانكروشمنت اللي هي المنطقه المتوقع يحصل فيها الايه التصادم صح. فالبوست انكروشمنت تايم هو الوقت اللي بيعدي ما بين يعني يحصل ايه اخلاء للانكروشمنت اريا دي، اللي خلاص ما ايه فري ان العربيه دي عدت والعربيه دي عدت وما حصلش ايه ما حصلش تصادم. تمام. طيب هو ايه الفرق كده بينه وبين تايم تو كوليجن؟ تايم تو كوليجن الوقت ما بين ان العربيتين يخبطوا ببعض ان كيس ان هما الاثنين كملوا بسرعتهم، وده ما بيحصلش، تاخد في واحده فيهم بتهدي او في واحده فيهم بتيلد للثانيه. تمام. ده الوقت ايه هنشوفهم دلوقتي بيتحسبوا ازاي. تمام. طيب انت هنا المفروض الكونفليكت هنا شكله عامل ازاي؟ دي عربيه جايه طوالي من الرجل اللي تحت هنا، وفي عربيه ايه جاي سوري في عربيه جايه من تحت هنا او في عربيه جايه طوالي من تحت هنا، فده الكونفليكت ده نوعه ايه؟ نوعه كروسنج صح. فايه اللي حصل بقى عشان نحسب البوست انكروشمنت تايم؟ هو قال لك هو التايم ديفرنس ما بين ان العربيه الاولانيه تخلي منطقه الايه الانترسكشن والوقت اللي العربيه الثانيه تي توصل للايه لبدايه منطقه الانترسكشن. تمام. فانت لو عندك دي الانكروشمنت اريا بتاعتك العربيه الاولانيه عدت صح، فباخد التايم اروح واخد ايه تايم سناب هنا او اخد ايه بالستوب ووتش اخد التايم هنا قد ايه، والعربيه الثانيه العربيه الثانيه اول ما وشها هيوصل للانكروشمنت اريا اخد الايه التايم اللي هي وصلت فيه. اطرح الاثنين من بعض يجي لك الايه البوست انكروشمنت اريا اللي هو الوقت البوست يعني بوست يعني حاجه بعد بعد ايه، يبقى هو الوقت اللي بعد ما العربيه الاولانيه عملت اخلاء لمنطقه الايه التداخل انكروشمنت يعني التداخل. بس الحاجه دي هم بيهدوا ولا الحاجه لا ما هو التايم على حسب سرعتهم انت واخد التايم. لا هو نفس السؤال اللي قالوا يعني ايه الفرق ما بين ده والتايم قصدي في حد هنا عمل اكسلريشن مثلا او حد عمل ديسلريشن عشان ما هو في على حسب بقى التايم لو ما حصلش ما انت ده الوقت ده هو اللي بيقول لك التقاطع سيف او المانوفر دي سيف ولا لا. فهنا بيقول لك ايه لو انت عندك السبيد 50 اقل من 50 ف 50 دي اللي هي السرعات العاديه بتاعتنا سرعات كويسه يبقى التقاطع ده فيه مشكله او الحركه دي سيريس لو الوقت ده اقل من ثانيه. يعني انت متخيل ثانيه ما بين ان العربيه دي تخلي هنا والعربيه دي تخش هنا ما بينهم ثانيه. هما الاثنين ماشيين بس 50 يعني؟ لا لو السرعات اقل من ده كيس بقى لو هما السرعات اقل من او يساوي 50 التقاطع ده سيريس لو انت عندك ايه اقل من ثانيه ايه وقت ما بين الاثنين. أيوة. السرعات بتزيد فالوقت ايه بيزيد. يعني ده بيبريدكت لكن ما عملش محاكاه الحقيقه. يعني كده كده الحاله بقى هيعمل ديسيليشن هيعمل اكسلريشن دي بتاعت ايه انت هتحصل. يعني زي مثلا واحده عربيه ماشيه ب 30 وعربيه ماشيه ب 40 ده بيعمل كاتيجوري يعني ايوه انت عربيه ماشيه ب 30 وعربيه ماشيه ب 40 او التقاطعات دي في ابروتش ما في ابروتش ماينور ب 30 وابروتش ثاني ب 40 زي مثلا. فانت جيت عملت اناليسيس وقفت شفت ايه الانكروشمنت اريا دي خدت التايم سناب الاولانيه والتايم سناب الثانيه فالتايم كده كده واخد في الايه مسافات التقاطع ثابته التايم واخد في اعتباره ايه السرعات. طرحت الاثنين من بعض لقيت اقل من ثانيه يبقى انت هنا عندك فيه مشكله. تمام. يبقى ده الايه البوست انكروشمنت ايه ديستنس. الحاجه الثانيه اللي هي التايم ايه التايم تو كوليجن. التايم تو كوليجن بقى عامله كانك بتعمل سيناريو تخيلي بتقول والله انا في كده كده في كونفليكت هيحصل. تمام. نتيجه ان الكونفليكت ده اتفاداه اللي بيحصل في عربيه من الاثنين قلنا بتحصل ايه ديسيليريشن او اكسلريشن. طب لو ما حصلش او ما بتعملش كده او بتعمل لين تشينج يعني بدل ما انت او العربيه يعني ايه بتحود كده
لو في اي حاجه من الحاجات دي ما حصلتش بيقول لك هتفترض ان العربيات ماشيه بسرعتها ثابته وماشيه في نفس المسار بتاعها التراجكتوري بتاعها ما فيش واحد فيهم غير كانهم مش فيش بعض يعني مش خش يعني انت انت ماشي سرعتك في التراجكتوري بتاعك في مسار وفي عربيه تانية بتعمل كروسنج ماشيه بسرعتها وماشيه بالايه في التراجكتوري بتاعها اللي هو المسار فمتوقع ايه اللي هيحصل كوليجن فبيقول لك هو الوقت اللي انت بتبتدي تحسب من اول ما خلاص العربيتين دول كل واحده ماشيه في مسارها وماشيه في طريقها لحد ما ايه الوقت المتوقع اللي هو ايه عارف كانك ايه باصص من بعيد كده شايف العربيه دي جايه وشايف العربيه جايه بتقول هيخبطوا ببعض ناقص قد ايه ما يخبطوا ببعض هو ده التايم تو كوليجن تمام فطبعا ايه بيبقى داخل فيه المسافات وطول العربيه والكلام ده كله فالكالكوليشن بتاعته بتبقى ايه داخل فيها الايه الديستانس والسرعه والايه والاطوال العربيات والكلام ده كله وده طبعا تقاطع ايه رايت ليك او رايت انجل سوري 90 درجه طبعا الحسابات بتختلف على حسب ايه زاويه التقاطع برده شكلها عامل ازاي لان كل ما زاويه التقاطع بتتغير كل ما الديستانس والمانوفرز بتاخد ايه تراجكتوري بيطول معاك او التقاطع سكيو الليفت ترن هتطول معاك الرايت ترن هتضيق على حسب زاويه التقاطع لو التقاطع العكس الزاويه الناحيه الثانيه هتلاقي الرايت ترن ايه بتوسع والليفت ترن هي اللي بتضيق وهكذا تمام فنبقى عارفين ان انت اهم تو ميجرز عندك هو حاجه اسمها التايم تو كوليجن وحاجه اسمها البوست انكروشمنت تايم البي اي تي والتي تي سي تمام طبعا مش شرط ان هو يحصل الكوليجن دوت ما بين عربيتين بيحصل لهم ايه كروسنج او العربيتين واحده مثلا بتعمل رايت تيرن واحده ماشيه ثرو او ايه اتنين ماشيين ثرو او الكلام ده كله في خطه ممكن تحصل اللي هي اسمها الايه الرير اند ايه الرير اند اللي بتحصل امتى لو واحد فرمل فجاه والتاني جاي من ورا بسرعته وما خدش باله ما هداش يروح لابس